أصحابنا والجماعة أهلا عدد ما خط حبر بقرطاس وعدادي ما تنشر صحافة وداع وعدادي ما تنشر صحافة وداع يا مرحبا ترهيب ترفع الراس بضيوفنا واصحابنا والجماع اهلا عدد ما خط حبر بقرطاس وعداد ما تنشر صحافه وذاعه وعداد ما تنشر صحافه وذاعه يا مرحبا ترهيب ترفع الراس بضيوفنا واصحابنا والجماع اهلا عدد ما خط حبر بقرطاس وعداد ما تنشر صحافه وداع وعداد ما تنشر صحافه وداع على الشحم والبن يحمس بمحماس عادات اهلنا يوم وقت المجاع الطيب طيب وارثين على اساس ما هو بطيب صانعين صناع ما هو بطيب صانعين صناع يا مرحبا تحب ترفع الراس بضيوفنا واصحابنا والجماع اهلا عدد ما خط حبر بقرطاس وعداد ما تنشر صحافه وداع وعداد ما تنشر صحافه وداع وحضوركم عندي معزة ونوماس انتم اهل الوقفة واهل الشجاع احفاد من ركبوا على قبة الافراس يوم المراجل النشامى طماعة يوم المراجل النشامى طماعة يا مرحبا ترحيب ترفع الراس بضيوفنا واصحابنا والجماع اهلا عدد ما خط حبر بقرطاس وعداد ما تنشر صحافه وداع وعداد ما تنشر صحافه وداع واليوم حكم المرضى ينجملة الناس والجانب بعد العلم طوي شراعه وصلاة رب عد ما هب نسناس على نبي موعد بالشفاعة على نبي موعد بالشفاعة يا مرحبا تحب ترفع الراس بضيوفنا واصحابنا والجماع اهلا عدد ما خط حبر بقرطاس وعداد ما تنشر صحافه وداع وعداد ما تنشر صحافه وداع حان الوعد وابدا بذكر اللي عليها الاتكال الواحد اللي عليها الاتكال الواحد اللي عالم بكل الخفايا كلها يا هاجسي مالك عذر من بعد ما جالك مجال والنار من شبابها والخل من خيالها حياكم الله يا الرجال اللي بهم مضرب مثال أهل الكرم من ماضي أيام الزمان وليالها يا مرحبا ترحيب ترسيك ما صم الجبال أقولها عن عزوتي واجهربها وأقولها يا مرحبا حياكم الله يا صناديد الرجال في حلة رجال على البيداء يظل ظلالها قل
الرجال اللي بهم مضرب مثال احنا الكرم من ماضي ايام الزمان واليا لها يا مرحبا ترحيب ترسيك ما صم الجبال اقولها عن عزوتي واجهر بها واقولها يا مرحبا حياكم الله يا صناديد الرجال في حلة رجال على البيداء يظل ظلالها بالارحبوا ثم ارحبوا يلي تشيلون الثقال اعدادهم مال المطر بالعيدها ونقولها يا مرحبا مليون ترحيبه بعد جالي مجال اقولها صفر الدلال للضيف قدمنا الغلا ودله فنجالها العود الازرق فاحفي مقدم كريمين السبال العزوه اللي بالليالي فلها شاهد لها حي الله الضيفان راعينا الوفا واهل الجزا ترحيب ترقى سنود وعالي من زالها من زالكم يا ضيوفنا بالقدر من زال العقاب تاج على روس الرجال اللي رجالها حياكم الله يا الرجال اللي بهم مضرب مثال أهل الكرم من ماضي أيام الزمان وليالها واختامها أعداد ما خيل من المغرب خيال حي الله ضيوف السعد بقيامها وترحالها يا مرحبا ترحيب ترفع الراس بضيوفنا واصحابنا والجماع أهلا عدد ما خط حبر بقرطاس وعدادي ما تنشر صحافة وداع وعدادي ما تنشر صحافة وداع يا مرحبا ترهيبة ترفع الراس بضيوفنا واصحابنا والجماع اهلا عدد ما خط حبر بقرطاس وعداد ما تنشر صحافة وداع وعداد ما تنشر صحافة وداع يا مرحبا ترهيبة ترفع الراس بضيوفنا واصحابنا والجماع اهلا عدد ما خط حبر بقرطاس وعداد ما تنشر صحافه وداع وعداد ما تنشر صحافه وداع على الشحم والبن يحمس بمحماس عادات أهلنا يوم وقت المجاع الطيب طيب وارثين على أساس ما هو بطيب صانعين صناع ما هو بطيب صانعين صناع يا مرحبا تحب ترفع الراس بضيوفنا واصحابنا والجماع اهلا عدد ما خط حبر بقرطاس وعداد ما تنشر صحافه وداع وعداد ما تنشر صحافه وداع وحضوركم عندي معزة ونوماس انتم اهل الوقفة واهل الشجاع احفاد من ركبوا على قبة الافراس يوم المراجل النشام طماع يوم المراجل النشام طماع يا مرحبا ترحيب ترفع الراس بضيوفنا واصحابنا والجماع اهلا عدد ما خط حبر بقرطاس وعداد ما تنشر صحافه وداع وعداد ما تنشر صحافه وداع واليوم حكم المرضي جملة الناس والجانب بعد العلم طوي شراع وصلاة رب عد ما هب نسناس على نبي
حق موعد بالشفاعة على نبي موعد بالشفاعة. يا مرحبا تحبت انت ارفع الراس بضيوفنا واصحابنا والجماعة اهلا عدد ما خط حبر بقرطاس وعدادي ما تنشر صحافة وداع حان الوعد وابدا بذكر اللي عليها الاتكال الواحد ترسيك ما صم الجبال أقولها عن عزوتي واجهربها وأقولها يا مرحبا حياكم الله يا صناديد الرجال في حلة رجال على البيدا يظل ظلالها بالارحبوا ثم ارحبوا يلي تشيلون الثقال إعداد همال المطر بالعيدها ونقولها يا مرحبا مليون ترحيبه بعد جالي مجال أقولها الضيف قدمنا الغلا ودله فنجانها العود الأزرق فاحفي مقدم كريمين السبال العزوه اللي بالليالي فعلها شاهد لها حي الله الضيفان راعين الوفا واهل الجزا ترحيب ترقى سنود وعالي من زالها من زالكم يا ضيوفنا بالقدر من زال العقال تاج على روس الرجال اللي رجالها. حياكم الله يا الرجال اللي بهم مضرب مثال أهل الكرم من ماضي أيام الزمان مليانها واختامها أعداد ما خيل من المغرب خيال حي الله ضيوف السعد في قيامها وترحالها حان الوعد وابدا بذكر اللي عليها الاتكال الواحد اللي عالم بكل الخفايا كلها يا هاجسي مالك عذر من بعد جالك مجال والنار من شبابها والخل من خيالها حياكم الله يا الرجال اللي بهم مضرب مثال أهل الكرم من ماضي أيام الزمان وليالها يا مرحبا ترحيب ترسيك ما صم الجبال أقولها عن عزوتي واجهربها وأقولها يا مرحبا حياكم الله يا صناديد الرجال في حلة رجال على الضيف قدمنا الغلا ودله فنجانها العود الأزرق فاحفي مقدم كريمين السبال العزوه اللي بالليالي فلها شاهد لها حي الله الضيفان راعين الوفا واهل الجزا ترحيب ترقى سنود وعالي من زالها من زالكم يا ضيوفنا بالقدر من زال العقال تاج على روس الرجال اللي رجالها. حياكم الله يا الرجال اللي بهم مضرب مثال أهل الكرم من ماضي أيام الزمان وليالها واختامها أعداد ما خيل من المغرب خيال حي الله ضيوف السعد في قيامها وترحالها يا مرحبا ترحيب ترفع الراس بضيوفنا واصحابنا والجماعة أهلا عدد ما خط حبر في قرطاس وعدادي ما
تنشر صحافه وداع وعدا دماء تنشر صحافه وداع يا مرحبا ترهيب ترفع الراس بضيوفنا واصحابنا والجماع اهلا عدد ما خط حبر بقرطاس وعدا دماء تنشر صحافه وداع وعدا دماء تنشر صحافه وداع يا مرحبا ترهيب ترفع الراس بضيوفنا واصحابنا والجماع اهلا عدد ما خط حبر بقرطاس وعدا دماء تنشر صحافه وداع وعدا دماء تنشر صحافه وداع على الشحم والبن يحمس بمحماس عاداته لنا يوم وقت المجاع الطيب طيب وارثين على اساس ما هو بطيب صانعين صناع ما هو بطيب صانعين صناع يا مرحبا تحب ترفع الراس بضيوفنا واصحابنا والجماع اهلا عدد ما خط حبر بقرطاس وعدا دماء تنشر صحافه وداع وعدا دماء تنشر صحافه وداع وحضوركم عندي معزة ونوماس انتم هلل وقفة واهل الشجاع احفاد من ركبوا على قبة الابراس يوم المراجل النشامة طماعة يوم المراجل النشامة طماعة يا مرحبا ترحيب ترفع الراس بضيوفنا واصحابنا والجماع اهلا عدد ما خط حبر بقرطاس وعدا دماء تنشر صحافه وداع وعدا دماء تنشر صحافه وداع واليوم حكم المرضى ينجملة الناس والجانب ذا العلم طوي شراع وصلاة رب عد ما هبن سناس على نبي ينمو عد بالشفاعة على نبي ينمو عد بالشفاعة يا مرحبا ترحيب ترفع الراس بضيوفنا واصحابنا والجماع اهلا عدد ما خط حبر بقرطاس وعدا دماء تنشر صحافه وداع وعدا دماء تنشر صحافه وداع حان الوعد وابدا بذكر اللي عليها الاتكال الواحد اللي عليها الاتكال الواحد اللي عالم بكل الخفايا كلها يا هاجسي مالك عذر من بعد ما جالك مجال والنار من شبابها والخل من خيالها حياكم الله يا الرجال اللي بهم مضرب مثال اهل الكرم من ماضي ايام الزمان وليالها يا مرحبا ترحيب ترسيك ما صم الجبال اقولها جربها واقولها يا مرحبا حياكم الله يا صناديد الرجال في حلة رجال على البيداء يظل ظلالها بالارحبوا ثم ارحبوا يلي تشيلون الثقال اعداد همال المطر بنعيدها ونقولها يا مرحبا مليون ترحيبة بعد جالي مجال اقولها واللي عقد روس الحفال يحلها حياكم الله صفر الدلال للضيف قدمنا الغلا ودله فنجالها العود الازرق فاحفي مقدم كريمين السبان العزوه اللي بالليالي فعلها شاهد لها حي الله الضيفان راعين الوفا واهل الجزاء
الرجال حي الله بضيوف السعد فك يا مها وترحالها حان الوعد وابدا بذكر اللي عليها الاتكال الواحد اللي عالم بكل الخفايا كلها يا هاجسي مالك عذر من بعد ما جالك مجال والنار من شبابها والخل من خيالها حياكم الله يا الرجال اللي بهم مضرب مثال احنا الكرم من ماضي ايام الزمان وليالها يا مرحبا ترحيب ترسيك ما صم الجبال اقولها عن عزوتي واجهربها واقولها يا مرحبا حياكم الله يا صناديد الرجال في حلة رجال على البيداء يظل ظلالها بالرحبوا ثم ارحبوا يلي تشيلون الثقال اعدادهم مال المطر بالعيدها ونقولها يا مرحبا مليون ترحيبه بعد جالي مجال اقولها حياكم الله وقلطوا والبن في صفر الدلال للضيف قدمنا الغلا ودله فنجالها العود الازرق فاح في مقدم كريمين السبال العزوه اللي بالليالي فلها شاهد لها حيا الله الضيفان راعينا الوفا واهل الجزا ترحيب ترقى سنود وعالي من زالها من زالكم يا ضيوفنا بالقدر من زال على روس الرجال اللي تعز رجالها حياكم الله يا الرجال اللي بهم مضرب مثال أهل الكرم من ماضي أيام الزمان وليالها واختامها أعداد ما خيل من المغرب خيال حي الله ضيوف السعد بقيامها وترحالها يا مرحبا ترحيب ترفع الراس لضيوفنا واصحابنا والجماع اهلا عدد ما خط حبر في قرطاس وعدادي ما تنشر صحافه وداع وعدادي ما تنشر صحافه وداع يا مرحبا ترحيب ترفع الراس بضيوفنا واصحابنا والجماع اهلا عدد ما خط حبر بقرطاس وعداد ما تنشر صحافه وداع وعداد ما تنشر صحافه وداع يا مرحبا ترحيب ترفع الراس بضيوفنا واصحابنا والجماع اهلا عدد ما خط حبر بقرطاس وعداد ما تنشر صحافه وداع وعداد ما تنشر صحافه وداع على الشحم والبن يحمس بمهما بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم حفلنا الكريم ضيوفنا الأكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باسم أبناء الشيخ مشعان بن عبيد العقيلي خاصةً وباسم آل زياد عامةً نرحب بكم أجمل ترحيب حللتم أهلاً ووطأتم سهلاً شاكرين ومقدرين لكم إجابة الدعوة وتشريفكم حفلنا سائلين الله عز وجل أن يديم علينا وعليكم الأفراح وأن يجنبنا وإياكم الأحزان والأتراح وباسمنا وباسمكم نبارك لعريسنا هذه الليلة ونقول له بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير كما إن فرحتنا هذه الليلة فرحتين فرحة زواج ابننا الشاب ثابت وفرحتنا بسلامة ابننا فايز ابن سيمر العقيلي
كما يعلم الجميع إنه تم إجراء عملية زراعة كلى في جمهورية مصر العربية، وتكللت ولله الحمد بالنجاح. ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، ونحن بدورنا نشكر كل من ساهم معنا في تكاليف العملية، حيث تم جمع المبلغ كسلفة على النحو التالي: أولاً، مبلغ 162,500 ريال من صندوق آل زياد، ثانياً، مبلغ 50,000 ريال من الشيخ ورجل الأعمال زيدان بن مزيد العقيلي، ثالثاً، مبلغ 50,000 ريال من الشيخ عوض بن غلاب العقيلي، رابعاً، مبلغ 50,000 ريال من رجل الأعمال الشيخ عبد الرحمن بن جزا العقيلي، خامساً، مبلغ 50,000 ريال من الشيخ ورجل الأعمال سلطان ماطر العقيلي، مبلغ 10,000 ريال من الشيخ عبد الله نور العقيلي. كما نتقدم بالشكر لكل من ساهم معنا من قبيلة ذوي محمد بتقديم يد العون والمساعدة بعد عودة ابننا من الرحلة العلاجية. كما نخص بالشكر الجزيل رجل الأعمال الشيخ عبد الرحمن بن جزا العقيلي على تبرعه بالمبلغ المذكور سابقاً، وهو عبارة عن مبلغ 50,000 ريال جعله الله في ميزان حسناته. وختاماً، ضيوفنا الأعزاء، الكمال لله سبحانه وتعالى، ولا يخلو مقام أو مقال من نقص أو خلل أو خطأ أو زلل، فإن حصل شيء من ذلك فأنتم خير من يعذر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا، مرحبا بالجميع، حياكم الله، الله يحييكم، يا مرحبا. نستأذنكم ضيوفنا الأعزاء لنبدأ برنامج الحفل والقصائد المنبرية مع كوكبة من نجوم الشعر. نستمع قبلها إلى آية من الذكر الحكيم يتلوها القارئ مازن مخلد العقيلي، فليتفضل ماجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا. صدق الله العظيم. قصيدة ترحيبية الشاعر مالك بعيجان العقيلي. الله يمسيكم بالخير جميعا، والله يحييكم عند خوالي في زواج ولد خالي الشاب ثابت بن محمد العقيلي،
وأتمنى للحياة الزوجية السعيدة. بالنيابة عنها الأطالة خوالي كاسبين المرجلة فول وتالي، مرحبا ترحيب تنيسمع صداها كأنها الرعاد في عرض الخيالي، مرحبا حياكم الله في محل مدهل للطيب وكرام السبالي، مرحبا والعود بيدين النشامة قدركم والهيل في صفر الدلالي، والكرم من طيبكم تستاهلونه غالي نشرف بطيبه حفل غالي قدركم غالي وكل عند قدره ما نفرج فيه بعيد وفي موالي في زواج اللي عسى ربي يحفظه ليلة ما هي مثل كل الليالي، ما قفي من ما قفه في كل لازم ما يبل ميقاف هرج ولا جدالي، والدينا عربونا ويرفعونا ونزلونا في المراقيب الطوال، والولد ونطاب طيبه من خواله واستمد من الأبوة طيب الخصال، يعني الثنتين نجمعها سوية هند خالك والدي وبوك خالي وفارس الليلة ولد خالي، والدينا عربونا ورفعونا ونزلونا في المراقيب الطوال، والولد ونطاب طيبه من خواله ويستمد من الأبو طيب الخصال، يعني الثنتين نجمعها سوية هند خالك والدي وبوك خالي فارس الليلة ولد خالي، وعزي ومحزني وقت اللزوم وراس مالي والله أنه ثابت في راس قمة كأنه يقول الوفا ملكي الحالي، الاسم ثابت وفعل الطيب ثابت ولا يحوش من الزال ألا الزال، يحتزم بك كل ما جات الصعايب لا يكل ولا يمل ولا يبال، يمدحه والمدح الطيب ينومس وافتخر بك كل ما جاله مجالي، حاضر بالطيب من رجال حايزين الطيب كله كل ما قلت العقيلي طاب فالي، حاضر بالطيب والماضي يشرف قبل عصر العولمة والاتصال من مطير أهل الثلاث المعجزات يدونها تقصر طحاطيح الرجال، ياخذين من الوفا ذروة سنامه ولا شربنا غير من جم زلالي، والقبائل كلها والنعم فيها ما نهض محبوقها في كل حالي، والختام الله يديم لمن دايم تحظ القايد الشهم المثالي، وسلامتكم والمعذرة على القصور. قيض الله وجهك. المشاركة التالية مع الشاعر عبد الله السند العضيلة. السلام عليكم، مبروك يا ثابت، عسى الله يوفقك ومسي بالخير على الجميع. يا الله عفوك يا الغفور ويا الرحيم ويا المجيد، يا عالم ما تخفي صدور العباد وما بها، يلي تحت دبرتك كل الكون تفعل ما تريد، وانت الذي بيدك مفاتيح الفرج وابوابها، من بعدها طاب القصيد وصغت قيفانه القصيد، قصيد تفرض على كل الحضور اعجابها، فقدتها عن نقدة النقاد وشبوحي بعيد، اما تجيب الاولى ولا بلاش اشقابها، وحضرت اشارك فرحة اللي لي حزام ولي رصيد، ثابت ثابت الياسود الليالي كشرت بنيابها، ويا لاد عاقل ربعنا جينا ولا نقدر نحيد، جينا نسلم والتحية خير ما نبدابها، سلام يا روس الرجال مطوعت راس العنيد، سلام يا فخر العباد العز من يلجابها، سلام يا روس الرجال مطوعت راس العنيد، سلام يا فخر العباد العز من يلجابها، سلام يا سمن من ذهب، سلام يا المجد التليد، يلا بها اللي لحتم الميقاف كل نهابها، يلا بها اللي لو بمدح في فعايلكم وشيد
أفعل عن أعجز عن فعل الرجال اللي كبار القابها جلابها اللي لو بمدح في فعايلكم وشيد أعجز عن فعول الرجال اللي كبار القابها يا لاد عاقل ويش أقول ويش أخلي ويش أزيد كل المراجل عندكم قاضبين انصابها المجد ورث للعقيلي من حفيد اليا حفيد ما هو تطبع وهبة رب البشر وهابها أنتم ركل لالاد عبد الله وتاريخ مجيد نفخر بكم دام العرب تفخر بطيب انسابها انتم ركل لالاد عبد الله وتاريخ مجيد نفخر بكم دام العرب تفخر بطيب انسابها وقت مضى يوم الجهل والفقر والحال الزهيد بيوتكم ظلوا ذرى بيوتكم ظلوا ذرى واللي يجي يذرابها ويوم المصامخ والمداحن فعلكم مال الجحيد يا كيف يجحد فعل قوم ما ربح حرابها ومخدامها مبروك يا ثابت عسى عمرك سعيد يا الهيلة علي كل قمة عالية يا رقابها واعذروني على القصور بيض الله وجهك وصح لسانك. مشاركتنا التالية مع الشاعر عيسى شباب العضيلة ليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشعر عندي مفاتيحه ومخراجه وزخرفه واكتب رموزه على اللوحة واللي بيوته كم الباكورة من عاجه لا يتعب الرجل في الجية وفي الروحة يرتاح ويخلي الأوراق فدراجه لا يترك أبواب للنقادة مفتوحة والله ما هو متطور ولا حاجة إلا اليمن تطور حي منفوحة والله ما هو متطور ولا حاجة إلا اليمن تطور حي منفوحة وأنا أعرف شعري ووقعه منهاجه أشهد لو إن الشهادة فيه مجروحة واقدم وغوص البحر لو هاجت امواجه لو الخطوط الحمر ما هي بمسموحة وسلام في حفر رجل شيد ابراجه والمجد ريف النشامة شيد صروحه ما حط للباب دون الضيف مزلاجه مشرع الباب ودلاله لها فوحة ثابت ثبت في دروب الطيب ويواجه يمشي بوضح النقاء ويعرف مصلوحه مثر على هالحكي والناس هالراجه روس تضاهيه مهزومه ومفضوحه وابوه رجل كريم ويضحك حجاجه على شبوح النشامه طالت شبوحه وابوه رجل كريم ويضحك حجاجه على شبوح النشامة طالت شبوحة من عزوة بالحجج للقوم فلاجة يشهد له الوقت قدامي وممدوحة أبطال رجال هم يطفي سراجة وعدوهم لنجرح مطابة جروحة يوم الزمن يطحن والناس دواجة ووجيههم من لهيب الشمس ملفوحة فيهم مكارم وريف الضيف وعلاجها الضيف يلقى هلا وصدور مشروحة وسلامتكم صح لسانك واعتلى شانك. ضيوفنا الأعزاء المشاركة التالية مع الشاعر عبد المجيد سعود الغيداني فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير. أهني أخوي ثابت وأتمنى له حياة زوجية سعيدة. بسم الله الرحمن خير المبتدا من بعد هذا الشعر مصدار وورود والليلة هالليلة ما يبغى لي ندا أنا لي أزاد وهلا الوقفات أزود والليلة هالليلة ما يبغى لي ندا أنا لي أزاد وهلا الوقفات أزود سلام يا روس على الطيب عمدة روس على الشدات أشد من الحيود سلام يا روس على الطيب عمدة
روس على الشدات اشد من الحيود، سلام الطف من هوى صيف الهدى، ومن سودة تبها ياخذ انسام الورود، خوالي اهل الطيب وكعام العدا، الاد عاقل سقم عينك يا حسود، تاريخهم ما هو بصوت وله صدى، تاريخهم فعل الله العالم شهود، تاريخهم ما هو بصوت وله صدى، تاريخهم فعل الله العالم شهود، من روس عبد الله دليلة من غدا، وما يهضم حقوق رجال الا حقود، من روس عبد الله دليلة من غدا ولا يهضم حقوق رجال الا حقود، وانا الخوالي كل من لازم بدا بالحال وبيات القصايد والجهود، والليلة بفضل الله الكل سعدا في عرس ثابت يا عسى افراح تزود، والليلة بفضل الله الكل سعدا في عرس ثابت يا عسى افراح تزود، ثابت محمد باسمه يزين الحدا، اسم على مسمى ويروي له كبود، ثابت على طيبه ولا يوم احتدى، ومحمد بافعاله يرقى سنود، ثابت على طيبه ولا يوم احتدى، ومحمد بافعاله يرقى سنود، شاعر ويرمي شرد بعيدة مدى، سوات رمي فهيد قدام الحشود، شاعر ويرمي شرد بعيدة مدى، سوات رمي فهيد قدام الحشود، وابوه لضيوفه ما يملك فدا، من دون وجهه ما يحسب فنقود، حلال ابو ثابت عشا ولا غدا، ما هو بقانيها يا بماله يزود، حلال ابو ثابت عشا ولا غدا، ما هو بقانيها يا بماله يزود، يوم الذهب معدن ما يقبل الصدا، وقفات ابو ثابت ذهب ويديه جود، قلت القصيدة الجزل حسب الموعدة، سقته من الأعماق وأنا بن سعود، قلت القصيدة الجزل حسب الموعدة، سقته من الأعماق وأنا بن سعود، من حرب والحربي على طول المدى، وفاه باقي لو يدفن في الحود، وصلاة ربي عد مزننا يرعد على رسول نحط للمسلم حدود. بيض الله وجهك وصح لسانك. المشاركة التالية مع الشاعر حميد بن حمد العقيلي، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، نبارك لفارس هذه الليلة ونقول له كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، بارك الله لكم وبارك عليكم وجماعة بينكم في خير. يا مرحبا ولوف يا جمع عددهم غفير، حلوى العسل فلم أناحل في جبال السراه، عداد وبلا الخيال اللي مروح عصير، الدف النود قبل وبعد ما صب ما في حفلة لاد العقيلي، راس حربة مطير، أهل الكرم والشجاعة جعلهم للغناة، والحمد لله عندي سيف حد الشطير، لو إن يضرب حد شال حيد الصفاء، مطوعه للكبير وينحني للصغير، ماني بتارك انصابه والقمر في سماء، مجرده من جفيره ممسكه من جفير، ومجوده في يميني لين يبري ظما، سيفي لسان العرب وانا الربع سفير، سجل يا تاريخ ولا سجل يا قناة، واقول لأهل الفرح مساكم الله بخير، الله يمتعك مالصحة وطول الحياة، والليلة الشعر غير وراعي الجمع غير، واللي هدم ابتداه يزيد في مستواه، محمد اليوم أمير وفارس الحفل أمير، هذا حقيقة ونرجو منكم الانتباه، مبروك يا ثابت المحفل ونعم العشير، ومن لا يبارك لشخصك يا عساه وعساه، أكمل دينك وجالك صيت مثل الكثير، وحقت كل الأمان يروح كل اتجاه، اثبت على المنهج اللي معتدل في المسير، واغنم زمانك بنفسك والوصاه الوصاه، سلام مثل السحاب اللي مخيل عصير على رسول الهدى اللي قادنا للنجاة، سلامتكم.
صح لسانك. المشاركة التالية مع الشاعر نواف عوض العقيلي، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بالخير جميعا. في البداية نبارك للأخ ثابت ونتمنى له حياة زوجية سعيدة، ونرحب بجميع الضيوف ونقول مرحبا ومسهلا بالجميع. الليلة الشعر حلق في سمانا وراج، تحليقة العز دايمتن على فالها، سوات حر هداده للحبارة علاج، مسرع من طيارها يكود محوالها، بعض الليالي محافلها اتعدل المزاج، يكيف الراس منهجها ومنزالها، لا صرت ما بين ترحيبه وضحكة حجاج، وش عاد تبغى من الدله وفنجالها، في محفل الطيب اللي ما وردها هماج، يا رد موريد جدانه على زلالها، ثابت وثابت على اسمه لو يثور العجاج، ولا نوصف الطيبين الا على افعالها، في حلة لاد عاقل والمبادي سراج، ولا جيتها غير انا واحد من رجالها، يا مرحبا عد ما نلبس من العز تاج، ترحيبة المعجزات البيض وابطالها، بحضورنا اللي حضوره للوجيه ابتهاج، اللي من الدار ولا اللي تعنالها، ننهج عشان النشامة طيب الانتهاج، على الشحم فالها ياخذ من عقالها، احدن عشان الرفاقه ما يرده سياج، يظهر بوجهه لو ظروفه يورالها، واللي يحط العذر دون الجماعه خراج، لو بعض الاعذار فالله ولا فالها، ناس ما توفي حقوقك غير في الاحتياج، ما ودك ان الله يكثر من امثالها، ودك تسوي لها مثل المعارض الحراج، ولا يفتح ومن يفتح السوم قلت اربح دلالها. سلامتكم. صح لسانك واعتلى شانك. المشاركه التاليه مع الشاعر جهاد العقيلي، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله يمسيكم بالخير جميع. أبارك للشيخ محمد بن مشعان العقيلي زواجه ثابت، وأبارك لثابت وأقول لك كما قال الرسول اللهم صلِّ وسلِّم عليه، بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم وفي خير. دعاني ثابت وجيت له عاني، وثابت مثل واحد من إخواني، ما هو برخيص غالي صدق عندي ولا لي عذر، يوم انه دعاني كريم سبال من ناس كريمه، معرب من عريبين المجاني، وشاعر ما هو بعادي، ويملك ادوات التفرد في المعاني، وشاعر ما هو بعادي ويملك ادوات التفرد في المعاني، وانا معجب بشخصه قبل شعره، وشعره له على الساحة مكاني، أبارك له زواجه وأتشرف إذا رحبت بطول الإيماني، وأنا معجب شخصه قبل شعره، وشعره له على الساحة مكاني، أبارك له زواجه وأتشرف إذا رحبت بطول الإيماني، هلا يا مرحبا ترحيب وافي بكل اللي حضر قاصي وداني، نيابة عن ابو ثابت وثابت وآل زياد، مروي اسناني رفيعين المقام اهل المواقف، كبيرين البخوت اهل الحساني، من اللي مجدهم راسخ وعانق، نجوم الجدي وسهيل اليماني، بني عاقل من مطير العظيمة، مطير
اللي لهم في المجد شاني بدون قصور في باقي القبائل يد وحدة ولا فينا جباني. وصلى الله على محمد وآله وصح الله على قول لساني. سلامتكم. صح لسانك. المشاركة التالية مع الشاعر بتال مساعد العقيلي فليتفضل مشكورا. بشار كلفني وانا اللي تشرفت في محفل جوله طويلين الاعمار وعديت في القمه وشرفت واشرفت ما دام ابوي ابوي واخوي بشار. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بارك ثابت واتمنى لحياه زوجيه سعيده. الشاعر المبدع بشعره اوليس احق ينصت له ويسمع جوابه، لذلك ارجوكم بكل الاحاسيس استمعوا لقولي وجهد الكتابه. البارحه قامت علي الهواجيس وسريت مسرى جايعات الذيابه وقعدت احسبها بكل المقاييس وحبري على اوراقي مقفت اركابه. اليا متى بكون خلف الكواليس ودوري ما بين الناس محد درابه. شاعر ما خدت الشعر خدعه وتبليس ورث من اللي جعل قبره رحابه. بسم الله ابدا واتعوذ من ابليس فالمنبر اللي كل شاعر رقابه ومرقايله عزه وفخر ونواميس ورد الجميل ووقفه للقرابه. والليلة هالفرحة لو اني بقيس من المهدلين اقصى حدود الهابة في محفل اللي فيه من امرأة القيس كنه وقف بالشعر عنه بنيابة. يا ثابت محمد بعيد المراميس، يا ثابت محمد بعيد المراميس، انت ولد شيخ عزيز جنابه مكرس جهده للمجاد تكريس. واصبح مثل واصبح مثل بين العرب يحتذابه، لو الكرم له في البسيطة التضاريس بيروح لين يوصلك حد بابه. من رؤوس قوم انت تعب الخيل والعيس، من رؤوس قوم انت تعب الخيل والعيس، ولهم على الطالات عزم وصلابه. من الادغالب والحرارة القرانيس، من الادغالب والحرارة القرانيس، فخر بني عاقل ما جتهم انهابه. للصاحب ألطف من نسيم النسانيس وعدوهم منهم يضيق بثيابه. لو اكتب الامداح منه بلا قيس، لو اكتب الامداح منه بلا قيس، ما والله هو في حقهم في الكتابه وتاريخهم واضح ولا فيه التدليس. من الادعاقل مشبعين الذيابه، الادعاقل عزوتي في القواميس، الادعاقل مجد عز ومهابه. انشد هذيل ويام ولا السناعيس، وانشد بلي وانشد خوالي عتابه، انشد هذيل ويام ولا السناعيس، وانشد بلي وانشد خوالي عتابه، واخذ علوم الراس خلى القراطيس ما في قرطاس يجيب الاجابه. من الادعاقل تملى الفخر تاسيس، ما فوق هل المصطفى والصحابه، وافعالنا من هالبيارق مناكيس، وبيارق المطرية رمز المهابه، وبيارق المطرية رمز المهابه. والمعذره على القصور. صح لسانك. المشاركه التاليه مع الشاعر مشاري حماس العقيلي فليتفضل مشكورا. عن اذنكم، عن اذنكم عندي قصيده جديده عنوانها موهوب مثل العناوين، لانها في عيني اجمل قصيده حبه تنبهكم عليها ببيتين. مساكم الله بالخير جميعا، والله يحييكم باسم خالي وباسم خوالي، والله يوفق ثابت وهو ما خلانا من الشعر شيء. لي ثلاث ايام افكر ولاني مستريح، لي ثلاث ايام افكر ولاني مستريح، ما اسمع الا تكه افكاري وصوت سمي، اعرف ان الثابت اللي ما يعذرها المطيح ما يبرد جاش الا الجديد المستمي، اعرف ان الثابت اللي ما يعذرها المطيح ما يبرد جاشه الا الجديد المستمي. استعد الشعر قل المنابر تستريح،
دامها في سد وجهي قبل راس قلمي قبل لسلك دربي الوعر أعرف إن الصحيح حتى لو دوخت راسي حفيت قدمي. استعد الشعر قل المنابر تستريح دامها في سد وجهي قبل راس قلمي قبل لسلك دربي الوعر أعرف إن الصحيح حتى لو دوخت راسي وحفيت قدمي. مرحبا باسم اللي اسمه يليق بهالمديح مرحبا باسم اللي اسمه يليق بهالمديح راعي الماجوب خالي وعزي والحمي الكرم طبعه اللي أشحت كفوف الشحيح عدني شابل هداج يروي منظمي. الكرم طبعه اللي أشحت كفوف الشحيح عدني شابل هداج يروي منظمي طيب أصل ومحتمي ماقف وهباب ريح مجلسه من كثر دك زوالي يعدمي. طيب أصل ومحتمي ماقف وهباب ريح مجلسه من كثر دكه زواليه اعدمي. في زواياه ازرق العود جاي الفحيح وقدم بابه الهلا والترحيب اتحمي محتزم باللي اليا قامه والكايد يطيح لجت اصوات الحمايه مثل صوت الرمي. طيب اصل ومحتمي ماقف وهباب ريح طيب اصل ومحتمي ماقف وهباب ريح مجلسه من كثر دكه زواليه اعدمي. في زواياه أزرق العود جاي الفحيح وقدم بابه الهلا والترحيب تحمي محتزم بالليل يا قامو الكايد يطيح لجت أصوات الحماية مثل صوت الرمي. يا خوالي ودي أعطيكم العلم الصريح ما الواحدكم على وقفة الماقف سمي تسرجون السبة قلي لها دبك وضبيح وتكسرون الخصم صوت وما يفور الدمي. يا خوالي ودي أعطيكم العلم الصريح ما الواحدكم على وقفة الماقف سمي تسرجون السبة قلي لها دبك وضبيح وتكسرون الخصم سطوة ما هي فور الدمي. منكم اللي من قبل سالم يعوض طريح ومن تباها بدقة انظارهم راحوا عمي. سلامتك صح لسانك واعتلى شانك. المشاركة التالية مع الشاعر عبد المجيد مسعد العقيلي فليتفضل مشكورا. مساكم الله بالخير جميعا. أبارك للأخ ثابت وحياه زوجية سعيدة. على مقام ما يجي فيه اختلال دون هل الوقفات ورجال الكرم أبا تقدم والعذر ما له مجال ما يجتهد يا فكر واكتب يا قلم. أبا تقدم والعذر ما له مجال ما يجتهد يا فكر واكتب يا قلم. يا مرحبا من طيب راس وطيب فال حياكم الله والوفا طبع لكم. يا مرحبا ترحيبتم مثل الخيال اللي على الأرض المحل خيره يعم. يا مرحبا ترحيبتم مثل الخيال اللي على الأرض المحل خيره يعم. الشعر من واقع ومن نسج الخيال والشاعر اللي يرسم أفكاره رسم وأنا أشهد أنك جزل يا ذرب الفعال ثابت ولك في صفحة الإبداع اسم وأنا أشهد أنك جازل يا ذرب الفعال ثابت ولك في صفحة الإبداع اسم. ودك ما تمدح غير زي زوم الثقال الطيب اللي كاسب من قولة نعم شروى محمد شيخني اللي قال طال من زال أبو ثابت على روس القمم. شروى محمد شيخني اللي قال طال من زال أبو ثابت على روس القمم ولا عاقل دون شك ولا جدال اللي نطحنا القوم لا ما ننهزم ضرباتنا في نحورهم وقت القتال على العدو مثل السحاب المنصرم. ولاد عاقل دون شك ولا جدال اللي نطحنا القوم لا ما ننهزم ضرباتنا في نحورهم وقت القتال على العدو مثل السحاب المنصرم. من لابت ان تثبت كما صم الجبال وقفاتهم تبقى ورفرف يا علم حنا من الماضي شموخ ولا نزال مطير ما ترجع ورا قدم قدم. سلامتك سالم وصح لسانك. المشاركة التالية مع الشاعر عثمان حمد العقيلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله مساكم بكل خير. أولاً أبارك الفارس هذه الليلة ثابت بن محمد وأتمنى له حياة زوجية سعيدة. ثانياً أستاذنا أهل الحفل ببيات
في الشيخ عوض بن غلاب، يشرفني اني القيها امامه وامامك. هل تعلمون اني مجيب الهزيله يوم القصايد في زمننا على اوهام، والشاعر اللي يكتفى في قليله عز الله انه مرتفع فوق الاهرام، واليوم ابرقى فوق راس الطويله في مدحة اللي في المواقيف مقدام. عوض ولد غلاب شيخ الجزيلة اللي رفيقه طول عمره ما ينظام، واللي يبي عاديه وعزتيله عز الله انه طاح طيحة ولا قام. شيخ نعرفه يرتكي للثقيلة، والخشم من عداه بالحق للطام، يعني بداله ما نحصل بديله، ما حد يجي مثله على مرة الأيام. واسمع يا ابو نادر وعلمي يبيله، اذن انت وحاله من الخاصة للعام، ابكنت ما انت بس ركن القبيلة، لولا مخافة قلت ركن في الاسلام. سلامتكم. اما مناسبة المشاركة، تنحنح هجوسي وسط صدري وقمت اوحيه، وتنشت ضلوعي وجاوبنه عن ايامي، وانا فاهم الدنيا ولو هي بكثر وجيه تجينا بوجه الحق مره فالايامي، وتظلم رفيق الحق والحق ما نخفيه نعده بحسب الصدق في شرع الاسلامي، وانا شاعر يبدي هجوسه على غليل لاجل مزارق والتحدي فالاعلامي. سلامي على شيخ رجال الوفا تغليه، أبو ثابت الثابت على مر الأعوام دعانا ولبانا، ومن حقنا نلفيه لأنه على الصعبات مقدام وحزامي، نعزه وله قدره على مرحبا لبيه، نعرفه بوقفاته محطم للأرقامي، له وقفة مهيب تنعد من ماضي تجدد مع الأيام تجديد الإنسامي، ليمنك احتجته ما يسألك ليه وليه، يفز بوقفته ويقول قدامي يحيه على الطالة ويحي لطاريه كريم السبال ابن المكارم والأكرامي. ومبروك يا ثابت وحقك عجزت فيه، لو اني اسوق الحال واحد ذا قدامي. سلامتكم. صح لسانك واعتلى شانك. المشاركة التالية مع الشبل محمد بن عبد الرحمن بن سيود العقيلي. مساكم الله بالخير جميع، أبارك ثابت محمد وحياة زوجية سعيدة إن شاء الله. الشعر له نظرة ثلاثية أبعاد، يسكن شعور الجزل ما يقبل الميل، الشعر فكرة حاضرة كل ميعاد وتقانها بالجهد ما هي تساهيل، وانا قصيدي يتعب ايات نقاد حصنتها بالفكر مع قوة الحيل. يا مرحبا في حلة اسياد الاسياد اللي لهم بقمة المجد تبجيل، يا مرحبا من صادق شعور وفواد على الشحم والعود والبن والهيل عند الكريم، ومد تترهب الماد مكرم الضيفان ذباح للحيل. محمد جادوا هل الطيبة جاد مثل الخيال اللي ينهمر بلا ماليل، والمدح استعصب على كل قصاد لو جر صوته باللحن والمواويل، لكن خذ يا صاحبي علم نكات ثابت وابو ثابت كما الجدي وسهيل. ومشعان من طيبه على الطالة اعتاد لهيبة بين الرجال الحلاحيل، متعلي يا الأمجاد مع مجد الإجداد مضرب مثل بطيب جيل بذر جيل، ألات غالب يوم سيوف انحداد على العدو هم ومصيبة وتنكيل، يوم منها بخيول ورماح وعناد وقت اللقاء ذخر وسيوف مصاقيل. وحنا ذوي محمد هالمجد وشداد، واللي يرافقنا نوفي له الكيل، وحنا ذرى منوف رجلين قياد مزبال للي ضام الحمل والشيل، عقاليه
من ناس المزغت وعباد ولا نستمع لا استمع فيها رجلنا ناس مجاهيل. سلامتكم. سالم وصح لسان. هدية من الشيخ عوض بن غلاب العقيلي للشاعر حمد عثمان بن حمد العقيلي عبارة عن مبلغ مالي. ختاما ضيوفنا الأعزاء، نسأل الله العظيم أن يجمعنا في جنات النعيم كما جمعنا في هذا المكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.